احنا التلاتة سكر نباتة، احنا التلاتة حاجة شربطاطة. انا اسمي فاتحة وانا اسمي كسرة وانا اسمي ضمة، احنا التلاتة ننجز المهمة. انا اسمي الفاتحة وفوق الحرفة حطوني أكل زرع، وانا اسمي الكسرة وتحت الحرف تلاقوني شاربة لعبة، وانا اسمي الضمة وفوق الحرف تلاقوني. انا اسمي الضمة ضموني يلا اخطفوني غسلة ضربة. احنا في الكلمة حاجة مهمة، من غيرها ما نكتب ولا حتى نقرا. احنا التلاتة احنا التلاتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الكرام، اهلا بيكم في حلقة جديدة من حكاوي امان، المعلومة والفكرة والغنوة والقصة الحلوة والضيف الجميل والأطفال اللي كلها مواهب. النهاردة عنوان حلقتي العب وافرح واتعلم، عشان أطفالنا هتلعب وتفرح وتتعلم. رحبوا معايا بضيفتي النهاردة أستاذة ناهد الزعيري مديرية حضانة بيت الطفل المسلم بتلا. أهلا بيكي، أهلا بحضرتك، شرفتيني النهاردة وأطفالي الحلوين الجمال اللي هيقدموا لنا مواهب كتير النهاردة إن شاء الله. إن شاء الله ممكن أتعرف بيهم. اسم الأمورة، اسمك إيه؟ حبيب. شطورة. وانتي اسمك ايه؟ مروه. وانتي اسمك ايه؟ أليه. وانتي اسمك ايه؟ حفصة. وانت اسمك ايه؟ محمد. وانت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اهلا بيكو نورتونا. الله يخليك. حضرتك مديرة حضانة. ايوه تمام. صح كده؟ تمام. طيب افرح وتعلم. هل انتي محققة الفرح والتعليم في الحضانة بتاعتك؟ اكيد اكيد. ازاي؟ انا اخترت اسم الحلقه ده اصلا عشان حاسه ان الهدف من تعليم الاطفال في الوقت ده ما بيكونش بطريقه مباشره، اكتر من انه هيجي عن طريق اللعب والفرح والتعليم من خلال مرح الاطفال. تمام. انت معلمه رياضه اطفال. تمام. وانا معلمه رياضه اطفال. تمام. وكلنا عارفين ومعلمات رياضه الاطفال اللي بيتفرجوا علينا كمان النهارده قد ايه المهنه دي مهنه شاقه ومش اي حد يفهمها ولا يستوعبها. أيوه. عايزه حد يكون بيحب المهنه دي جدا. أيوه. هل انت بتحبي المهنه دي واخترتيها ليه؟ اخترت مهنة التدريس عشان بلاقي نفسي فيها، ببقى مبسوطة في وسط الأطفال، ببقى فرحانة أكتر منهم أنا أساساً. جميل. بنزل مستواهم، ببقى حاسة إني واحدة منهم، وكمان هم بيبقوا مبسوطين بده. جميل جداً. طيب إحنا كلنا عايزين بقى نعرف، عايزة أعرف منك أصحابي الحلوين، أصحابي الحلوين، ممكن نسمع مس ناهد؟ بصوا، هي مس ناهد استني يا حبيبتي، لما بنروح الحضانة بتاعتها الصبح بتعمل إيه؟ بتغني كده حاجات جميلة وبتقرا معانا حاجات حلوة؟ ولا الحضانه بتاعتها مش لطيفه وانتم مش بتحبوا الحضانه دي؟ بتحبوا الحضانه دي؟ قول لي يا احمد، بتحب الحضانه؟ مس ناهد بتعمل معاك ايه؟ بتعمل ايه اول ما بتدخلوا كده؟ بتعملوا ايه؟ بنغني. بتغنوا؟ عايزه طيب ممكن اسالها هي هتقول لي. ليكي طقوس معينه في استقبال الاطفال؟ ايوه. احكي لي عن الموضوع ده. إيه اول ما بنبدا الصبح؟ تعالي اقعدي جنبي. روحي. يلا. شطوره. برافو عليكي. يلا. ببدا مع اصحابي، بحب ان اليوم يبدا يوم لطيف كده وخفيف، بحاول افك التوتر بتاع الصبح، الصحوان من النوم والكلام ده، ببدا معاهم بوسيله جميله جدا. وسيله من وسائل الدائره الصباحيه. يعني اول ما بتبداي برنامج الحضانه بتاعك ما بتدخليش على طول تشرحي على السبوره، بتفطري ولادك. تمام. وبعد تمام. كده قبل ما تشتغلي تستخدمي وسيله جاذبه للانتباه. طيب الوسيله لما حضرتك دي الوسيله دي اسطوانه بسيطه جدا معموله من الفوم، ممكن اي حد يعملها مش المدرسه وبس. جميل. بحاول ان انا اجذب انتباه اطفالي بيها، وبسم الله ما شاء الله جايبه نتيجه، اللهم بارك. طيب احنا دلوقتي اصحاب الحلوين مس ناهد لما بتبدا يومها معاكم تيجوا نشوف هتبدا ازاي. طب انت تخيلي ان احنا في الحضانه دلوقتي، هتعملي ايه مع اولادنا اللي موجودين النهارده؟ انا بمسك الاسطوانه ديت كده وببص عليها على اصحابي اللي موجودين واقول لهم ايه؟ نجمه حلوه وقعت من السماء، تعالوا ندور عليها هنا، فين احمد فين احمد، جه النهارده ولا ما جاش؟ كلهم بقى بيبصوا على احمد يشوفوا هو فين، او اي طالب موجود معايا. جميل جدا. وقد ايه بيبقوا فرحانين بده. يعني في كل مره بتبداي البرنامج اليومي بتاعك في الحضانه باستخدام الوسيله دي قبل ما تعملوا اي حاجه. حاسه ان هو بينجذب ليكي؟ اكيد اكيد، ومحقق نتائج جامده جدا. طب احنا عايزين نقعد اطفال الحلوين النهارده، انا عارفه شايفه حاجات حلوه قبل ما ندخل. تمام. وانت قلت لي ان اولاد حضانتك الجمال هيقدموا لنا حاجات حلوه النهارده كتير ان شاء الله. بس انا عايزه ايه، مين هنبدا بمين وصوته بس يكون قوي؟ مس ناهد.
وهيقول لي كويس علشان انا بحب الحاجات دي جدا. كلهم شطار ما شاء الله عليهم وحلوين خالص، وهنقدم بقى هنقدم الاشكال الهندسيه بشكل مختلف وجميل وخفيف جدا. الله الله الله، يعني اصحابي الحلوين اللي قاعدين معايا النهارده احمد حفصه، انتوا حافظين الاشكال الهندسيه عارفينها وعارفين اشكالها؟ هيقدم لها خديجه وحفصه وحبيبه كمان. طيب تمام حبيبه، يلا هاتي الاشكال الهندسيه واديها لصاحبك. خدي الوسيله بتاعتك اتفضلي. يلا يا خديجه تعالي، اقعد يا محمد، تعالي يا خديجه، تعالي يا حفصه، قومي اقفي بقى بيها عشان تغني. يلا وهي قاعده وتمسك الوسيله عادي. اقعدي وامسكي الوسيله يلا عشان الكاميرا. وحبيبه كمان، وحبيبه كمان تعالي يلا يعني جنبنا عشان تغني. فين الوسيله بتاعت حبيبه اهي؟ الله، هي حبيبه أهي. عندها كام سنه يا مسمان؟ حبيبه لسه ما كملتش 3 سنين معانا استماع بس، بس بسم الله ما شاء الله يعني تعرف هتعرف تقول معاهم. اه ان شاء الله. طب يلا حبيبه يلا، انت جاهزه تقولي لي الاشكال الهندسيه؟ ايوه. واصحابي الحلوين جاهزين؟ يلا يا مسمان نقول لهم واحد واحد اتنين تلاتة. الأشكال الهندسية أنا بشوفها حواليا، المثلث حتة جبنة، مستطيل كراسة الحلوة، ومربع الشباك، وعبصي من هنا، والدايرة دي زي كرة بلعب بيها ويا أصحابي، والنجمة في السما بشوفها عالية خالص عمري ما طولها. الله برافو عليكم. الله، انتوا شرحتوا لنا، انتوا شرحتوا لنا الاشكال الهندسيه بجمال. حبيبه حبيبه ماما قالت لي ان انت حافظه الاشكال الهندسيه، تعرفي تقوليها لي؟ يلا يلا قول واحد اتنين تلاته. الاشكال الهندسيه. ثواني ثواني، لو سمحت استنى يا احمد، استنى يا حبيبي، انا عايزه اسمعها من حبيبه. ماشي يلا. الاشكال علي صوتك. انا بشوف حواليا المثلث حتة جبنة، مستطيل أيوة، ومربع الشباك، وعبص من هناك، والدايرة دي زي جوا بلعب بيها ويا صحابي، والنجمة في السما بشوفها عليا خالص عمري ما طولها، عمري ما طولها عليا خالص، برافو عليا خالص السنة. شاطرة جدا جدا أصحاب الحلوين. يعني الأشكال الهندسية اللي معانا في اللوحة مثلث وإيه تاني؟ مستطيل ومستطيل ها، ومربع ودائرة. قولي يا حفصة. ونجمة. طب ممكن نعدلها؟ نعدلها يلا تاني. نعدلها كده؟ نعدلها كده؟ برافو عليك، تاني تاني. يلا يا أصحابي أحمد ها، الأشكال الهندسية إيه بقى هي؟ مين شاطر هيقولها لي؟ المثلث. مثلث. ها؟ والمستطيل. والمربع. والدائرة. والنجمة. جميل جدا. كل طريقتك كده مع الأطفال في الشغل؟ يعني الشغل الأكاديمي بتاعك برضو بتستخدمي له وسائل؟ الوسائل دي جذبة الانتباه جدا ولقيت نتيجتها كويسه، بلفت نظرهم للدرس اللي انا بشرحه، هم فاهمين ان هم بيلعبهم بس انا بوصل لهم المعلومه من خلال الفكرة. جميل، يعني انت بتنادي معانا كل اللي بيتفرج علينا على فكره التعلم من خلال اللعب. اللعب ايوه تمام، ما عادش كل حلقه من هنا ما عادش فيه ايه تلقين ان لا. انا اقول والطفل يقول ورايا وخلاص. انا شايفه حبيبه اللهم بارك، برغم ان هي ما تمتش الثلاث سنين ولكن متفاعله وزيها زي اللي عنده 4 سنين. لا هي ما شاء الله السن ده كله كمان موجود عندنا في الحضانه، من الاستماع بلاقيه زيه زي اللي بيدرس اكاديمي. طيب معانا انا عايزه اسالك، الحضانه بتاعت حضرتك موجوده في تلا محافظه المنوفيه. أيوه. السؤال المعتاد لكل مدرسه رياض اطفال، لان انا ده قابلني الصعوبات اللي قابلتك عشان تقنعي ولي الامر ان العبره في تاسيس الاطفال مش نقعد مكاننا، ان العبره في تاسيس الاطفال بالكيف تمام وليس بالكم. بالكم بالظبط صح بالزبط. ولا انت بتعملي عمدان وانزل بالكلمه عمود وانزل بالحرف عمود؟ كده صعب قوي، كده صعب قوي، مش بحب ان انا اخلي الطفل بامال لموضوع الكتابه والقراءه والكلام ده. اهم حاجه ان انا اوصل الفكره من خلال حاجه قصيره للطفل هو استوعبها كويس قوي، مش شرط بقى كتب قد ايه، يكتب مره اتنين تلاته هو عارف فكره الكتابه بتاعتها ازاي كده تمام. هايل جدا، انا بحييكي. احنا معانا فيديو هنروح نشوفه ونرجع تاني. تمام مع حضرتك. دي
حلوة القطقوطة، بتقول لي يا مس أنا مبسوطة، أنا خدت حروف الهجاء، حرف الألف وبعد الباء. ألف ألف ها بطة. باء بطة. بطة حرف وكلمة معاه طبعا، عمري يا طط ما انساه أبدا. ألف ألف أصحابي المد بالألف، خد المد بالإيه؟ المد بالألف ده بيجي إمتى يا مس؟ بيجي بعد الحرف المفتوح، بيجي بعد الحرف الإيه؟ المد بالألف ده عمل أغنية حلوة أوي لأصحابه بيقول لهم إيه؟ هتقولوا معايا؟ طب يلا المد بالألف. أنا شكلي مختلف، بحب حروف الفتحة، أول ما ألاقيها أجري وأمسك فيها وأخدها وأطلع فوق. يلا يا محمد، ها باء باء ها تعلم بمتعة وبدون تلقين، ده اللي احنا بننادي بيه لكل معلمات رياض الأطفال ولكل أمهاتنا الفضليات. حاولي وانت بتشرحي لابنك أي حاجة ان انت تبسطيها بوسيلة بسيطة، بأغنية بسيطة، بحكاية بسيطة عن تجربة، هو دوت اللي بيجيب مع الأطفال نتيجة. انا بحييك على الفيديو الجميل اللي انا شفته، انا شايفاك بتشرحي لهم المد بالألف، شرحتيه ازاي؟ حبيت بس ان افهمهم الفكره مع اغنيه تثبت في دماغنا بقى الاول، نيجي نطبق. انا لا ده انا بغني الاغنيه، مش ان انا حافظه بس. المد بالالف ده مختلف عن شكل الالف اللي هي العاديه لوحدها، شكل مختلف عن الحروف. بعد كده بيحب بيجي بعد الحرف المفتوح، ده انا بثبت معاهم قواعد. اول ما الطريقه تمام. بتجيب معاكي نتيجه سريعه؟ اكيد تمام. اكيد اكيد، هم لمجرد انهم حافظوا، حتى السن اللي هم لسه ما خدوش اساسا الحاجات دي لقيتهم حافظينها معايا. السن الصغير بالظبط. طيب انا حضرتك لما يجي ياخدوها بقى انا الله. شايفه مع حضرتك الحروف الشقيه. معانا يعني الحروف الشقيه. طيب مين من اصحاب الحلوين، مين من اصحاب الحلوين هيشرح لنا الحروف الشقيه؟ معانا نوران، هي اللي هتقدم الحروف الشقيه دلوقتي. يلا يلا يا نوران، اديها الوسيله مثليه بصوت قوي. ممكن نديها المايك؟ قومي هاتي يا احمد المايك اللي معاك ده. ممكن وهي قاعده يا مس عادي وحضرتك نمسك لها المايك؟ ماشي، ارجع مكانك. شاطر، برافو عليك، شاطر. على مهلك، على مهلك، على مهلك. يلا شاطر. الحروف الشقيه مع مين؟ نوران. يلا يا نوران. الحروف الشقيه ست على ايديا، الالف والواو والدال والزا والراء والزا، تمسك اللي قبلها واللي بعدها. لا برافو عليكي. يعني الحروف اللي بتيجي بعد الحروف الشقيه مش بتلزق فيها، صح كده؟ برافو عليكي. طيب ادي له المايك، ارجع تاني مكانك. شاطر شاطر شاطر. ايه تاني يا مس نهاد من الشغل الاكاديمي قدرتي تشتغلي بوسائل؟ اشتغلت حاجات كده. دروس زي ايه مثلا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. كنت شغاله حاجه زي ايه؟ حركه مثلا الفتح، اشتغلنا حركه الفتح برضه، حركه الكسر، حركه الضم. قلنا حركه الفتحه قبل كده، وحبيت اعرفهم يعني ايه فتحه وبتبقى موجوده مكانها فين. فقلت وقتها انا الفتحه شرط تحتي ميله، يعني الفتحه مش معدوله، دي اول حاجه ثبتناها معاهم. جميل. وعرفتهم كمان انها بتبقى على راس الحرف من فوق، ما هياش تحت. عرفت مكانها، اقعد يا حبيبتي. جميل. لاحظت ان الدنيا بقى بتبقى مظبوطه معاهم من خلال الوسائل ومن خلال الاغاني والكلام ده، وده الهدف من التعليم، ان ما يحسوش بعبء عليهم، وده اللي انا عايزه اوصله. طيب زي ما بيقابلني وبيقابل معلمات كتير بتتفرج علينا وصاحبات حضانات كتير ومعلمات رياض اطفال كتير، دايما علشان نقدر ننشر الفكر ده بتقابلنا صعوبات. فانا واثقه ان في بدايه شغلك عشان تقنعي اولياء الامور بان العبره
بالكيف وليس بالكم اكيد قابلتك صعوبات. اكيد اكيد. اقنعتيهم ازاي؟ كان في الاول كان كل ام تيجي لا ده دي لها واجب كتير كاتباها كتير عشان مش عارفه ايه الاطفال انا مش حابه يعني بيصعبوا عليا جدا هم بيكتبوا حاسين ان هم متعبين من الموضوع. واحده واحده لما لقوا ده اصلا بيجيب نتيجه مع الطفل لا احنا تمام بقى معاكي اي حاجه حضرتك هتقوليها بعد كده احنا تمام معاك. اهم حاجه النتيجه. انا دلوقتي خلاص طبقت معاهم مثلا نظام جديد مختلف عن كل اللي موجود حوالينا لقوا بيجيب نتيجه لا خلاص احنا مش هنتكلم مع حضرتك بقى في حاجه تاني بقوا يجوا احنا مطمنين ومعتمدين على الله ثم عليك يعني بفضل الله قدرت تقنعيهم ان اسلوبك هو الصح والبساطه لان انا اعرف امهات كتير وبسمعهم بودني بتضرب وبتعاقب وممكن ما تاكلش ولا تشرب بسبب ان الواجب لسه ما اتعملش والحروف لسه ما اتكتبتش والميت كلمة حافظة لسه ما اتعملتش في عمود والأرقام من 1 لـ100 ما اتكتبتش 3 مرات و4 مرات و5 مرات ممكن تعذب الطفل وتعاقبه بسبب انه ما كتبش الكم الرهيب دوت. فاحنا يا جماعة بالنادي العبرة في تأسيس الأطفال بالكيف بالمضمون بالموضوع اللي هقدمه لابني وليس بكم الكلمات اللي هيكتبها ولا كم الكلمات اللي هيحفظها. في حد في مشوارك ساعدك او ايدك؟ الحمد لله رب العالمين. كان اول حد الدعم كان من بيتنا طبعا من زوجي وكان اخوات زوجي كمان واختي ووالدتي كلهم مقتنعين ان انا بقدم حاجه وان انا نفسي فعلا ان انا اسس طفل بجد طالع اساس سليم اساس سوي هيعتمد عليه بعد كده في كل المراحل التعليميه. فالحمد لله رب العالمين. انا حابه ان انا اشكرهم بس واوجه لهم الشكر من خلال البرنامج. احب اشكر والدتي ربنا يديلها الصحه يا رب وحب اشكر زوجي اللي دايما بيدعمني اكيد ومقتنع ان انا بقدم حاجه كويسه ودايما بيدعمني مهما قابلتني من صعوبات بلاقيه بيقول لي لا اصبري انت بتقدمي حاجه اكيد الحقيقه هتبان وطالما الصح انت ماشيه صح اكيد ان شاء الله ربنا هيساندك ويقف معاكي. طيب عايزه اسالك يا ناهد لان انا ما شاء الله شايفاكي الفيديو اللي فات كان جميل جدا عجبني قوي الطريقه اللي كنت بتتكلمي بيها مع الطفله وانت بتعلميها وانت شايلاها على رجليكي وماسكين الكتاب والبنت عماله تبص لك وتضحك. السن بتاع الاطفال ده بتتعاملي مع كل فئه من الاطفال دي زي بعضها؟ هو السن الصغير قوي كل مرحله وليها التعامل بتاعها. جميل. السن الصغير قوي عاوز يحس ان هو بيلعب طول الوقت وبيغني وبيفرح ومش عارفه ايه. المرحله الاكبر شويه لا ده انا هدي لك سنه من المسؤوليه بحيث انك تحس ان انت وراك مثلا واجب عاوز مسؤوليه بتحمليه مسؤوليه طبعا. جميل. طبعا مسؤوليته دلوقتي بتنحصر في انه ايه هيكتب واجبه. لا ده انا هقعد منتظم وقت ما المس بتشرح هقعد منتبه معاها ومن خلال بقى جذب انتباهه اصلا في الاول اللهم انه سلم لك ايده بقى طول الحصه. طيب يلا احنا معانا فتره احنا معانا طب يا احمد يلا انا عارفه ان مس ماهد مؤلفه اغنيه جميله سمعتكم انتوا بتقولوها بره قبل ما نطلع هوا عن الاجازه ونصيحه بقى كل الامهات معظم اطفالنا اخذوا الاجازه النهارده اسمعوا الاغنيه الجميله دي من احمد ومين تاني يا مس ماهد هيقدمها لنا ومحمد والبنات كمان هيرددوا ورا. طيب ممكن ناخد الوسيله تمام حضرتك بعد اذنك. لا لا ما تقوميش انت ما تقوميش انت احمد تعالى يا احمد خد الوسيله بتاعتك يلا انت ومحمد يلا خد الوسيله دي عشان تسمعني الاغنيه الجميله اللي انت عاملها يلا وادي زميلك واحده خد بتاعتك يلا خد بتاعتك امسكها مظبوط يلا يا حبيبي امسكها كويس ايوه برافو برافو علي. برافو بارك الله لو فيه. سمحت كل الامهات تركز لان بجد الاغنيه عجبتني جدا بسم الله ما شاء الله فيها ايه الموضوعات اللي انا محتاجه ابني يعملها في الاجازه. احنا جاهزين يا احمد يلا يلا يا محمد ادي اللوحه بتاعتك 2 3 خلصت دراستي وخدت اجازتي هعمل ايه هعمل ايه هنظم وقتي شاطر هساعد مامتي شاطر هرتب اوضتي شاطر والعب واتسلى شاطر افرح واتهنى شاطر 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 كده تبقى اجازه حلوة وممتازة للعب شوية والجدة شوية كده هفضل شاطر سفال شاطر سفال جميلة. ايه الجمال ده ايه الكلمات الحلوة جدا دي انت كده بتقولي لهم يعملوا ايه في الاجازه بقى اسمع منك بالظبط كده. انا الاجازه حابه ان انا استغلها عايزاك تخاطبي الامهات اللي بتتفرج علينا. انا بكلم كل ام او كل مدرسه حضانه وجهي ولادك وجهي حبايبك واصحابك انا بعتبرهم اصحابي وحبايبي ولادي بقول لهم الاجازه ديت مش لازم ان احنا نعديها وخلاص مش هقعد بقى طبعا بذاكر فيها لا ده انا هستغل كل حاجه من وقتي
ما فيش مانع ان انا انظم وقتي واستغل كل جزء فيه. جميل. اللعب مثلا شويه، ان انا اساعد مامتي واتعلم حاجه جديده منها في مجال تاني خالص غير موضوع يعني احنا الاجازه مش هتبقى للعب وبس. لا لا. طيب في اخر حاجه معانا النهارده شايفاها مع حضرتك هناك، يعني اشرحي لنا فكرتها. اشرحي لنا فكرتها. نرجع مكاننا يا احمد. احمد حبيبي. يلا حبيبي اشرحي لي من غير ما لا يعني اشرحي لي فكرتها، هي الكاميرا هتجيبها. تمام. فكرة النتيجة دي عملتها نتيجة تفاعلية. جميل. من خلالها بقدر ابسط للسن الصغير ده ازاي يعرف التاريخ بتاعه كام. جميل. تاريخ اليوم بتاعه يعني ابن حضرتك في الحضانة يقدر يقول لنا النهاردة مثلا الحد عارف ايام الاسبوع. لا هو لسه انا عامله الفكره جديده ولسه ما طبقتهاش معاهم، بس هي فكره تطبيقها انا شايفه فيها ايام الاسبوع واسماء الشهور وسنه 2020 بالظبط كده. انا عملت ايام الاسبوع تحت بعضها وجنبها الشهور بتاعه السنه. والارقام كل رقم لوحده سهل جدا ان انا من النهارده مثلا هنفترض النهارده 4 في شهر يناير، هحط رقم بس 4 قصاد شهر يناير وكده خلاص، والتاريخ مثلا السبت قصادهم. من خلال التفاعل هعرف ان انا احفظ موضوع النتيجه ده سهل ويعرفوا التاريخ بتاعه. تمام. انا كنت بشكر حضرتك ان انتوا كنتوا معايا النهارده. اصحابي الحلوين شكرا ان انتوا كنتوا معايا النهارده، وعايزه اوجه النهارده في حلقتي رساله شكر مني انا شخصيا لمستر اسمه وليد السيد. استاذ وليد السيد انا بشكر حضرتك النهارده على الهواء مباشره قدام كل الناس اللي بتتفرج عليا، لان حضرتك من الشخصيات اللي اثرت في حياتي ويمكن تكون سبب من اسباب ان انا النهارده موجوده مع اطفال جميله ومع معلمات رياضه اطفال. بنوجه للناس رسالتنا وبنقول لهم قد ايه احنا بنحب المجال دوت وهنفضل نطور فيه على قد ما نقدر. بس انا سمعت منك حاجه اخذتها قاعده في حياتي واشتغلت عليها والحمد لله رب العالمين في الكورسات بتاعتي اتميزت جدا عن غيري من المتدربات بسبب الكلمه اللي انت قلتها لي دي. انا سمعتها وشفتها في صفحتك كتير، كنت بتقول التعليم اصبح مهنه من لا مهنه له. يعني اي حد دلوقتي بقى بيدرس لاطفالنا، اي ام قعدت ذاكرت مع ابنها كلمتين اعتبرت ان هي كده مدرسه. بس فعلا يا استاذ وليد التعليم ان شاء الله مش هيصبح بالنسبه لنا اصلا مهنه. قالها في يوم استاذنا وليد السيد وشرحها لنا، التعليم اصبح مهنه من لا مهنه له. يا اخوانا منه فهمنا وتعلمنا التعليم طبعا لأصول، علشان نبني جيل متميز هنأسس صح ويكون لينا دور. وماما أماني كمان بتقولك اكتبها على ورق الشجر، التعليم الصحيح في الصغر كالنقش على الحجر. وفي آخر كلامنا رح نرمي سلامنا ونودع حبايب طيور أحلى جنة. أشوفكم بخير إن شاء الله في الحلقة الجاية. سلام عليكم.